السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داودي عشان قيمة هي وقدرين تينا جمودن كسر دوا هذا برنامج كليتيستي وهذا هنو كلا دوا برتين برتين برنامج كمان تو حندرة دام كسر دونا إسلام أركان أم كوي دونا قد بدورو كسب سندني دو كبدا عقدة شكون كيو كحيسا هي حماسة دبنا ينصور رين دونا إسلام أركان أم كدل يستاج دونا برنامج كو حتى بجرين يا شركة دا جرافيك موشن دا سميسا إديما سر دوا هذا مركز طبعاً قد بدور برامج كأن كوي جدنا هدينا قلنا سيتي برشلونة ريال مدريد إيو ليبا مانشستر يونايتد يكو حكلي مركز اللي قلنا ذي كوبا دا عقتها مركز ريال مدريد هبين كي حلايته لو حاسر رسمي لوجو بغري كوب كي سوبركا طبعاً هذا لك كلا دوم بالجا جديدي سيابا كلا دوم بالجا هلاي وحب بدم بالجا قري نادي قاسي هلا رنبا جرتا او مهيما او يتاهي دمانتين انا نوود اوغان واحد جرتا ناديو كوبادا عاقتا اي مركاسي ريال مدريد ان كو قوليسيغا كوبكا سوبركا او سنكاليا فرين هاين بلسا اي نقونا ايسو ميدا يتاهي اني وحكو قاتاان حلياراتكا ناديو كوبادا عاقتا ريال مدريد سابتو حانس اولا واحد تاهي مدريد ها عيارتو اما يسان عيارين كوحين هلا عيارتا اما كوحيرا لغو قادي مدريد قيبتا هوري كولان كستا اما ترتان كستا اي كاقيب غليسو سيوان اكسو مع عيارتا لكن نتيجة دا آخر كيادا قادتا وصوبتا مركا مدريد او تاي كوحدا وغو قولاها بدان وغو قوليسيكا بدان وغو كوقاتكا بدان مركا يتماهو ترتمدا واوين سا مركا انا مركا عوين بيكار اقنان دونتا لكن قول كي لباد مركا سي ودلني امبابي قول حلا اللوغا هلبوها من رودريغو، فينيسيوس، بيرينهام، إلا إمبابي أو إساقو شابقه كوشوي وحاوه همتك مدى قولشي وقو عجيب سنة وقونا السامين بدنا كهذا الكيدون أد بيوربهين توقف ستة مركز مركانو إيقنو نديو كوبادة عكتير المدريد لفسد ديدو ويلكي كاما فينقاها حقيقو قدن بيو حي تلمامي يعني كحالة دي سوني سونا أكساني لكن راوي عيسو معها راوي عواليا يعني راوي عيدا قاركود جلب كالاقا داوعمو waxay noqdaan ACL qarkood qarkood waxa laga yaabaa in 7 ilaa 8 bil 4 bil ugu yaraan ay noqoto waqtiga garoomada aad ka maqnaanaysid haddana kan hal bil bay noqotay xaaladiisuna aad uma darna laakiin sidaas oo taa shalabanka Allah waxaan iri Madrid xitaa xidi kasta hadii la yiraahdo waa ka maqnaanaya qaybta dambe si kala bay noqonaysa way ka duwanaanaysa marka kooxaha kale marka wax weyn bay ka dhignaan doonta talaabadaas runtii نديو كبدا عقتا مانشستر يونايتد وحد اركتين ناديغاسي ان سؤال بدن لغا كينيو هلكيبه وسوتا waxaa la jeedaa halkeebe u socota naadiyadu rabtay in tartan weyn ay ka qayb gasho rabta meel dheer ay gaarto waxa arkaysa naadigu in wax badan laga eegayo sida ay u noqon doono xilereedkeeda macna مانشستر يونايتد waxay suuq gelisay lacag dhan 104 milyan ilaa 139 milyan wala 4 milyan iskada yani nusair muzrawi 13 milyan 4 milyan oo pound marka ka adonisa matias delort 38 ilaa 4 milyan oo adonisa joshua 36.5 lin euro contone 6.5 milyan marka adonisa and 1.1 waxa noqonaysa marka 4 milyan adonisa boosudan 9 milyan yani 4 milyan lacag sasa waxa ka 2 milyan inta digay keenan qaar kood waa iska meel dhaxad qaar koodna waa mustaqbal minna waa top muzrawi idalaxt waa iska meel dhaxad lin euro waa top joshua waa mustaqbal sidoo kale naadigu waxay wada mashruuc xidigaha kooxda jooga ee muhiimka ah إن الشيء كله عزبونة سيو برونو اسمه عزبونة سيادة هنا الشيء إن رجع قبان كوب كقوليس يقود مركا مركا لقى هلا يوم مركا يونايتد معك أو هراي أو يبقى هانتاي سي أتر تنتو يونايتد هو يبقى هانتاي لاعب بالبريعة وقارتي ورادين يان والمستوى هذا هو يسعون يان ما بيس جي هلا سياسان جاما ميت كلا نما قبل لكن مرة بس نشوف إذا بو يكون غنيا عادي كلا ما كيت كدو كجرح حتى كيت كدو كسوقه وفعيده مرقا مانشستر يونايتد مشروعا ومد
ay adkan doonto markaasi in ay weeraan wax ku guuleystaan laakiin bilowga hore waa inay helaan xiddigo quality leh ugaartii haddii la keeno kadib waxaan isweydiin doonaa yaa sidoo kale kooxda caawin doona marka hoyland maqnaansho waa lagu sheegayaa miyay noqon doontaa mid kooxdu ka maarmi karta ku tiirsanaantiisu waan arki doonaa barcelona hadda waxay dardargelinaysaa iibinta xiddiga Ansu Fati go'aan bay ka gaartay barcelona maalin baa jirtay 150 milyan lagu doonayay manchester united laakiin jvilia ama zavia benfica marsilia wolverhampton iyo kuwo kale ayaa hadda danaynaya oo raba inay qaataan cunugu quality buu leeyahay xoogaa dhaawacyada baa dilooday laakiin barcelona waxay rabtaa inay ka farxalato waa uu noqo ama ha noqonin ninka jilibkiisu waa dilan yahay way adag tahay marka top class inuu kusoo noqdo ninka ciise mandi looma sheegi karo marka wiilkaasi reer algeria sababtoo ciise mandi wuxuu ku sameeyey waxyar ma ahayn habeenkaas barcelona waxay ka been qaadeen felig aragtidiisa waqtixaadirkan maalintii ugu horreysay ee sawirkiisa ay arkeen barcelona fikir bay ka qaateen Hansi Flick waa sawiradii ugu horreeyay jamaahiirta barcelona tobabarka waxaad aragteen iyadoo leeyahay dee wax weyn buu ka tari doonaa kooxdu awooday jiraaneed waaw bay noqon doontaa falsafada buu isagu dabaqi doonaa kooxda kuwad ee barcelona wax kale bay noqon doontaa aad baa markaa loo rajeynayay wax wanaagsan waana wax wanaagsan inaad rajo fiican yeelatid laakiin marka laga hadlayo koox koowaad xaaladeedu jiraaneed aad u liidato inaad diyaarisid wax sahlan maaha horta barcelona waxa ugu horreeya horyaalla waxay tahay inay jir ahaan ay dhisaan oo mustawahooda kooxda ay wanaajiyaan sidoo kale kooxdaal arrin oo kale muhiima ayaa horteeda ah oo ay tahay inay wax ka bedelaan waana kooxdu iyo weliba ragga caawinaya marka iyo weliba ragga iyagu qiimeeya bandhigga kooxda iyo ragga xidigaha markaasi tiimka jirdhiska dhaqaatiirta markaasi wa sidoo kale dhanka tactikada oo kale asluubtiisa macalinka iyo umuro kale marka daraasado kala duwan bay u baahan tahay kooxdu si meel dheere u gaarto warkii ugu waaweynaa waxay tilmaameen Vitor Roque in dalabyo laga keenay Everton iyo weliba Sporting iyo naadiya kale ay danaynayaan weliba saddexdii cishe ee lasoo dhaafay sheekadan aad bay u taagnayd waana sii xoogaysanaya hadda Everton ayaa laga yaabaa inuu aado haddaysan wax isbedelin wilku Everton buu aadi karaa marka waan arki doonaa adigu maxay kula noqonaysaa yad isleedahay waa marka waa maxaa uu guuleysan doonaa ninkii Hansi Flick aamisa easy 68 milyan bay Crystal Palace ku sheegtay haddii la doonayo weeraryahanka raadaarka kooxda Man City baa la tilmaamay inuu soo qabanayay laga waxaa loo sheegay dhuku meelahaaga sii hayso ninka haddii ka 68 milyan hadaada keenin dhuku baa ku joogi doona baa la yidhi arki doonaa sii shaargaraysa abdan.